ها قد أتى خير الصحاب بالوحي جاءوا للسراب يتلون قولا محكما ويحاكمون إلى الكتاب هم صفوة بين الورى وصفوا لنا نهج الصواب مرحب جمع مزهر مرحبهم بين الشباب جمع الأحبة بلسم مثل الدواء لمن أصاب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياك الله أستاذ سعيد الكرهمي، دكتور زكريا فايد، حفظكم الله، مرحبا بكم. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن العلاقة التي تربط الزوجين، فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا المظهر الذي تحدث عنه القرآن الكريم في العلاقة الزوجية هي القضية ديال اللباس. الأصل فيها أنه يستر، يعني أن المرأة تستر الزوج والزوج يستر الزوجة، وهذا المعنى ديال الستر هذا أيضا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، اعتبر أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أنه جاء لفظ فيه أن الله حي ستير يحب الحياء وتستر، وكاين لفظ أخر فيه أن الله حي ستير على وزن حليم وزن الفعيل، أن الله حي ستير يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. المهم، محل الشاهد عندنا هو القضية ديال الستر في العلاقة الزوجية، يعني في زمن صرنا نرى فيه دابا الله المستعان ما بقيناش تنعانيو مع الأسر أنهم ينشروا مواطن السعادة ديالهم، يعني علي من علي صح، احنا متغدين هنا، احنا مسافرين هنا، احنا طالعين هنا، احنا هابطين هنا، احنا فاش تنتفرجوا، احنا فين تناكلوا، احنا فين تنعسوا، احنا فين تنمشيو، احنا فين تنجيو. دابا ولينا حتى ما يحب العبد اصلا ان يستره، وبعض مواطن الخلاف، بعض الاشكالات اللي تتوقع صار الناس ينشرونها عيانا بيانا، أو ولات المرأة هي تنشر مشاكلها مع زوجها، والرجل ينشر مشاكله مع زوجه. مازال ملي كانوا بعض البرامج الإذاعية أذكر الصغار ديالنا، تتصل المرأة أو التي تتصل واحد الرجل يطرح مشكلا، والرجل ما كيعرفوش حتى شي واحد لأنه في الميديا ما كيعرفوش الناس، يطرح مشكلا وينتظر من المتخصص حلا. فهذه المسألة هذه إن شاء الله تعالى لا بأس بها، احنا كنتكلموا على نشر الغسيل المتسخ أمام الناس ولا ننتظر حلا. هذه القضية ديال الستر كتخليك ولا عندنا أنه هل المشكلة ديك ولو داخلين فيه أطراف أخرى. سيدي السعيد، ولا تحدثنا عن خطورة القضية هذه وكيف يمكننا أن نتفاداها؟ الله يجازيك بخير. بارك الله فيك سيدي ياسين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كيف ما تفضلتي، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني لكن اللباس يستر الجسد، لكن من يستر عيوب النفس؟ من يستر عيوب آفات اللسان؟ فمسألة جد مهمة بين الزوج والزوجة، أنه كلما كانت علاقتهم قوية بإذن الله عز وجل قل المتداخلون فيها، لأنهم يصلون بإذن الله عز وجل إلى حل وسط، لكن كلما ضعفت العلاقة وكثر المتداخلون فيها سواء أهل الزوج أو أهل الزوجة يصعب إيجاد الحل، كتدخل أمور أخرى. فحتى لبغى الراجل يتصالح مع الزوجة ديالو، لا رخص الأم ديالك نوض تصالح مع الأم ديالي، لا رخص الأب ديالك يجي اعتذر الأب ديالي، وكلما كثر الأطراف يعني صعب إيجاد الحل. فخصنا نفهموا هذه المسألة يعني كأزواج، أنه لا بد من تكون واحد الجلسة بين الزوج وما بين الزوجة، أنهم يتفهموا هذه المسألة، أن أي شيء لا ينشر خارج البيت. إحنا دابا عندنا واحد الآفة اللي معروفة، مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ما قلت سيدي ياسين، يعني الناس كيشاركوا فيها كل شيء، المكان اللي كياكلوا فيه، المدينه اللي كيسافروا ليها، بل ادهى من ذلك كيشاركوا حتى الحاله النفسيه ديالهم، يقول لك هذا ناشط، هذا فرحان، هذا محتار، هذا مقلق، هذا كذا، وثم كيبداو يدخلوا الرسائل المبطنه. وها يعني تعرف التواصل لما الانسان كيبعث واحد الرساله، والرساله فقط ربما 7% اللي كتوصل، يعني فين واحد 93% اللي فيها لغه الجسد وفيها الصوت وفيها كذا. ف يصعب على المتلقي أن يفهم كلام المرسل، وبعض الأحيان المرسل يتعجل يعني باش يرسل، كتقول له ودي لك كتبتي شي حاجة، انتظرها 5 دقائق،
شو ثم راجع ذاك الكلام اللي بغيتي تكتب او ذاك الجواب اللي بغيتي تجاوب. فمساله الستر راه مساله جد مهمه، لابد للزوج والزوجه يجلسوا مع بعضياتهم ويتفاهموا كيف ما قلنا هذه المساله، ولا ينشر الغسيل. الاختلاف راه واقع لا محاله، الاختلاف وقع في اشرف البيوت، بيوت النبي عليه الصلاه والسلام، فما بالك بمن هم يعني ادنى من ذلك، لا مجال للمقارنه. هذا بيت النبي عليه الصلاه والسلام الذي وصفه الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم. فجي اسيدي راه الاختلاف غادي يوقع، لكن غادي نجلسوا ونحطوا واحد الاساسيات ونتفقوا على واحد الامور ونلتزموا بها اننا هذا الاختلاف ما خصوش يخرج خارج البيت. ربما اختلفنا في واحد الوقت معين وكانت النفسيه مثلا تعبانه سواء عند الزوج عند الزوجه، ثم يعني يستقيم الحال، لكن غير تولي داركم ودارنا يصعب ايجاد الحل. يصعب ايجاد الحل، فلا بد يعني من شويه ديال التعقل والرزانه. الشيطان راه كيدفع باش انك تاخذ واحد رد الفعل. لا سيدي، اذا غضب احدكم يصبر واحد شويه، ينوض يتوضا، ينوض يصلي. يا سيدي الشيطان خلق من النار، والنار ما الذي يطفئها؟ الماء. نوض سيدي توضا وصلي ركعتين واطلب الله عز وجل، اطلب مقلب القلوب، خالق القلوب. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لاش انت تبدا ترسل واحد المساله والواقع يحدثنا عنها الان. لما الرجل كيبدا ينشر الرسائل ديالو في الفيسبوك، الرسائل المبطنه الخفيه، والزوجه كترسل هذه الامور وكيتداخل اهل الزوج واهل الزوجه، يعني كثير من الحالات تعرض علينا. غير ملي كتعرف القضيه راه وصلت للعائله ديال الزوجه والعائله ديال الزوج، كيكون عندك شبه يعني يقين انه صعب ايجاد حل. صحيح. انه لبقت المساله ما بين شخصين يسهل عليك التعامل مع شخص. مع مواقع التواصل الاجتماعي سيدي سعيد، راه ما بقاش كيدخل غير الوالدين ديالها والوالدين ديالو، راه كل واحد ولا عنده اش كيقول الشباب ديال الكره دوك المشجعين، كل واحد عنده الالتراس، كل واحد كيولي عنده الالتراس ديالو والتيفوزي ديالو كاتبين ليه، والاخر يقول لهم كذا، والاخر ضحك لي واحد السيد ما بالطرفه باش ما نتقلوش على المشاهدين، انه حيت هو مثلا موقع تواصل كالفيسبوك ملي كتبغي تكتب شي منشور تيحط لك هو مثلا كيقترح عليك، كيقول لك كيف تحس بنفسك، كومون فو سونتي فو، كيف تحس بنفسك، وكيعطيك مقترحات انك فرحان، انك ناشط، انك قمه السعاده، انك محزون. واحد السيد تعاود لي قال لي فيما تيخرج عليا مباشره، نقول له وانت سوقك، كيقول لي كيف تحس اليوم، كيقول لي وانت سوقك، قال لي علاش كندير الكتبه، هذه امور خاصه بي، لماذا انشرها للناس؟ انا نحط واحد المنشور يستفيد منه الناس، اما اللي تعاركت انا والزوجه وقع بيناتنا مشكل، اذهب بغيت ننفس انا على نفسي، خليت الملجا الرباني، خليت الوضوء، خليت الصلاه، خليت الدعاء، خليت الاستغفار، خليت كاع الامور، خليت التسبيح، خليت الامور كلها التي يكشف بها الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، خليت الامور كلها التي يكشف بها الهم ويغفر بها الذنب، مشيت الامور التي يزداد بها الهم ويزداد بها الذنب. فكنولي كنبدا ننشر هذيك المسائل، انا تيضحك شي واحد ديال وكيبدا زعما عند باله دار هذه الامور، لابد دار الناس. نعم. نطلبوا الله عز وجل يوفقنا والمشاهدين اننا نصلحوا التصورات ديالنا فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي. كتقول يا اخي الكريم، يا اختي الكريمه، راه ملي كتشد الهاتف ديالك واخا انت بوحدك في البيت وانت تكتب شي حاجه، راه ما تقراش بوحدك، راه العالم ولا تيقرا فيها. كتقول راه غنصيفط غير لفلان وفلان، يا شريف راه بحال شديتي البوق وغادي في الزنقه وكتغوت وا فلان، كتقول لك شريف صدعتيني، يقول لك لا راه عيطتي لفلان وفلان، لا شريف راه انت سمعتي لكل شيء، نفس المبدا. صحيح. تقول ليه كذا، كيبداو صحابو دوك قلنا دوك الالتراس والتيفوزي اللي عنده في المشجعين ديالو ديال محبي الفريق الوطني ديالو، كيبداو يكتبوا ليه في التعاليق، مزيان، كذا، بنادم هو اللي يفهم راسو، وبنادم هو اللي تعطيه على شي دور الى اخره. يعني راه ما بقاتش حتى فيك القضيه ديال الوالدين ديالو والوالدين ديالها، دابا ولاو متدخلين، وهذا الشيء كله في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، فولا هذا ينفخ في الانا. نعم. ويضخمها ويكون مرتعا للشيطان. تمام. قضيه الشيطان لعلني امر هذه النقطه ديال هذا العدو هذا. سيدي زكريا تذكرنا كنا ربما في الكواليس، وذكرت الحديث ديال النبي عليه الصلاه والسلام، الشيطان يبعث سراياه. الله يعطيك الخير، هذا حديث يعني جميل جدا ومهم جدا وخطير جدا بالنسبه للعلاقه الزوجيه، لعلك تذكرنا به، الله يجزيك بخير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والصلاه والسلام. سيدي ياسين، سيدي سعيد، حياكم الله. هذا الحديث في الحقيقه بالمناسبة يعني أحيانا كيجيو بعض الأزواج مختلفين فيما بينهم،
كنذكرهم بهذا الحديث وما عارفينوش، كيقول لك بصح واش فعلا الشيطان هذا مشروعه، كيستغربوا وكيكون هذا سبب من الاسباب ديال سبحان الله الحمد لله اصلاح ذات البين، الحمد لله لانه كيستحضر ديك العداوه ديال الشيطان. صحيح. او الشيطان هذا مشروع ديالو، والله تعالى كيقول ايه صريحه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني ما بالك يعني تتخذ هذا العدو، هو الاصل ان يكون عدوا، تتخذه صديقا حميما من حيث لا تشعر. الله المستعان. ومن مداخل ذلك انك لا تلتزم هذا الستر الذي تحدث عنه السياسي من خلال حديث النبي عليه الصلاه والسلام. فالحديث فيه ان ابليس ينصب عرشه على الماء ويبعث سرايا، يعني هذا مشروع ديال ابليس يريد اغواء بني ادم، وراه معروف السرايا هم الجنود والجيوش. نعم نعم. وقول الله عز وجل لأقعدن لكم صراطا كالمستقيم، استحضر غير هذه. يعني الإمام الشعراوي في خواطره رحمه الله تعالى كيقول كلام جميل جدا، كيقول لك بأن الإنسان من حيث الحالات دياله لا ينفك عن هذه الحالات، إما أن يكون قائما وإما أن يكون قاعدا وإما أن يكون مضطجعا. فالله تعالى ما قالش لا أقفن، لأن الوقف كعية، هذه لطيفة من اللطائف يستأنس بها طبعا. وما قالش لا أضطجعن الشيطان، علاش؟ لأن اللي نعس ربما قد ينام قد يغفل. أقوى صور التربص هي القعود، هي القعود. كيف كنقولوا احنا بالدرجة ديالنا، كتقول شي واحد أنا جالس لك هنا جالس لي في الطريق يا جالس لك هنا. فإبليس بهذا وبهذه المؤكدات لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فجميل جدا أن الزوج مع الزوجة ما يختلفوا، أو الأخ مع أخيه من يختلفوا، لأن إبليس دائما يسعى أن يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه كما هو شأنه في هذا الحديث النبوي. فكيجيو عنده يعني بعضهم لازلت بفلان حتى أوقعته مثلا في الزينة، كيقول لي ما فعلت شيئا، ما صنعت شيئا، ما درتي والو، لعله يتوب. ولو أوقعه في الزينة، ولو في لعله يتوب. كيجي الآخر من الكبائر، كيجي واحد كيقول له لازلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أهله، يقول لي أنت 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 أنت، في رواية يعني يلبسه التاج. نعم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أحب أن أذكر بقضية مهمة جدا انطلاقا من الآية العلامة، وآيات القرآن علامات التي بدأت بهذا اللقاء المبارك سيدي ياسين، هن لباس لكم وأنتم لباس. لعل من ما تحي بهذه الآية الكريمة أننا نفس واحدة، الزوج مع الزوجة، يعني راه خص تكون العلاقة مبنية على المحبة، على المودة، على الرحمة. صحيح. على المصارحة. نعم. على البيان، على ما أسميه أنا اقتباسا من قول تلك المرأة في سياق مدحها لزوجها في حديث أم زرع، لا مخافة ولا سأمة. أريحية. تخيل معي كيجيو عندي بعض الأزواج سيدي ياسين كيقول لك وأنا مع الزوجة كنهضر وكنبقى نعبر لأنها كتسوء بي الظن وربما كلامي أي علاقة هذه؟ الله المستعان. ما أجمل أن تكون العلاقة الأخوية والعلاقة الزوجية مبنية على هذه القاعدة. صحيح. لا مخافة ولا سآمة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، أنت تفضي إليها وهي تفضي إليك، ومن مقتضيات هذا المعنى أنها إذا أخطأت تستر عليها. صحيح. إذا كنت مطالبا بأن تستر على أخيك المسلم. صحيح. من ستر مسلما ستر الله. شوف إنسان دار معصية تستره. ولذلك حينما يتعلق الأمر بالنصيحة ينبغي أن لا تنصحه أمام الملأ. صحيح. علاش؟ هذا يعني كتزيد ذاك المعنى ديال 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 الستر. يعني تعمدني بالنصح في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزأ إذا لم تطع. علاش قلت القضية النصيحة؟ لأن أحيانا الزوج يقول لك وأنا راه الحق معايا وراه هي اللي ظالماني، أو الزوجة كتقول والله إلا راه دار لي ودار لي. عرفنا لا الحق معك وعرفنا بأنه ظالمك، ولكن هذا لا يمنع من أن تستري عليه. جميل. هذا لا يمنع من أن تستر عليها. تقر احنا كنرجعوا للقضية ديال إرادة وجه الله جل وعلا. ما أجمل أن تستبطن نية السير إلى الله عز وجل في حل الخلاف الزوجي. أنا أريد ما عند الله تعالى، ولن يخذلني ربي سبحانه، ما غاديش يحشمني سيدي ربي سبحانه وتعالى. هذا الذي أرى. صحيح. الله جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. لأن من الإشكالات التي صارت تقع هو تأثرنا بالمفهوم، شئنا أم أبينا، تأثرنا بالمفهوم الغربي الذي مرر إلينا عبر خصوصا الدراما المسلسلات والقصص وكذا. صحيح.
مفهوم الغربي للزواج، مفهوم الغربي للزواج كما كان يقول ذلك الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله عليه انه قائم على التعاقد. صح. هل في شركه شركه لا يطلب منك ان تكون علاقتك بالموظفين وبالمدير علاقه محبه وموده ورحمه والصبر ورياحيه وكذا، علاقه تعاقد قائمه على الحقوق والواجبات. درتي ندير، ما درتيش ما نديرش، الشرط الجزائي نار سميتو كذا صافي وقع مشكل حق معايا ماشي معاه طرن انت ملزم كذا، هذه ليست علاقه زوجيه ميكانيكي. داكشي علاش يعني صار عندهم قضيه الزواج شي حاجه اللي صارت بعيده جدا، وحنا ولا المحافظه على الزواج صار امرا يخشى عليه، حتى انه في القضيه ديال الاصلاح اللي بغينا كاع حنا نجيبوا الاصلاح لان نختم بهذه النقطه ان شاء الله تعالى. كنقولوا الناس تستروا على الامور ديالكم ملي تمشيو زياره عند الوالدين ديالكم والوالدين ديالها، الله يجازيكم بخير، يشوفوا منكم كيقولوا سيدنا العلماء يشوفوا منكم الابتسامه ويسمعوا منكم الحمد لله، وهذا راه من البر بالوالدين اكيد. الدخول الى من الحزن انا الله يعطيك الله يفتح عليك فتح الله، ولكن اللي فما تكون عنده شي مشكله كيمشي يقولها للام، ادخال الهم على الابوين، تكون عندها هي مشكله تمشي تقولها للام ينكدوا على عيشه السقيمر، هذا ينافي البر بالوالدات. الا عندك شي حاجه تفرحهم سير عندهم وقولها لهم، ما عندكش مشكل خلي داك الشيء بينك وبين الزوج ديالك ولا تكدري صفو عيش والديك. الله الله يجازيك بخير، ملمح جميل جدا. فملي تمشيو عند الاقارب وكذا الناس ما يسمعوا منا الا حاجه الخير الحمد لله. بعض الحالات الله عز وجل الا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، بعض الحالات قد تحتاج هذيك الزيجه يعني العلاقه الزوجيه بين الرجل ومرته قد تحتاج الى تدخل خارجي. بعض المرات سيد ربي هنا ارشدك انك ما تمشيش عند اي واحد. جميل. في العلم بغيتي شي حاجه قول لك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. في قضيه الزواج قال لك فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها باش يكون الانصاف ويكون العدل. وهذوك الناس اللي نقلبوا عليهم ما قالش لك يبعثوا اباه، يبعثوا امه، صحيح، يبعثوا اخاه، الله يجعل يقدر يكون باه هو اللي يخرج عليهم. نعم صحيح. ولا امها هي اللي تخرج عليهم. نعم. ولا 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 قال لك قلبوا على ذاك الشخص اللي فيه الحكمه. نعم. من جهتها هي، والشخص اللي فيه الحكمه من جهته هو، ان يريد اصلاحا لما ندخلوش في التفصيل. هذيك من يريد الاصلاح واش الزوجين ولا الحكمين؟ يا سيدي احنا بغينا كل شيء ان شاء الله تعالى ينوي الاصلاح، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. صحيح. هذه المساله هذه لعل تكون هي في الاخر، ولكن حتى بالنسبه للزواج ما اجمل ان تكون في المنطلق. صحيح. يعني مثلا الناس بعد مرات يتزوجوا بعد مرات الناس تيسولوني كنقول لها اللي نوصيكم اللي تبغيو تلاقاو، سمعنا ولدي سمعينا بنتي، اتفقوا من دابا في حال وقع الاختلاف بيناتكم من هم الاشخاص الذين ترضينهم حكما؟ غتقول لي فلان. فلان. غتقول لي انت من الشخص الذي ترضاه حكما؟ اقول لها فلان. غتقول لي ممتاز، يعني هادو الا تصنتنا لهم وفصلوا نسمعوا كلامهم، يقول على السمع بالسمع على الرحب والسعه والسمع والطاعه، كنقول صافي توكلنا على الله. فملي كان نتفقوا على هذه الامور في الاول، وحتى الا قدر الله ما اتفقناش عليها في الاول على الاقل دابا ملي عرفناها واستفدنا منها. نعم. نلتزم بها ولا ندخل ايا كان. صحيح. في امورنا الزوجيه، والله سبحانه وتعالى نساله. صحيح. البركه في هذا الباب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، صلى الله سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم السعاده. امين. وان يختم لنا ولكم بالحسنى. امين. والحمد لله رب العالمين. ها قد اتى خير الصحاب بالوحي جاءوا للسراب، يتلون قولا محكما ويحاكمون إلى الكتاب، هم صفوة بين الورى وصفوا لنا نهج الصواب، مرحى بجمع مزهر مرحى بهم بين الشباب، جمع الأحبة بلسم مثل الدواء لمن أصاب.